السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في فيديو جديد. إليكم البيان اليومي المحدث للوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد في مصر عن يوم الجمعة الموافق 17 يوليو 2020. أعلنت وزارة الصحة عن ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 27302 وخروجهم من المستشفيات، وتم تسجيل 703 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا و68 حالة وفاة. إليكم تفاصيل البيان. أعلنت وزارة الصحة والسكان اليوم الجمعة عن خروج 611 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 27302 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة أنه تم تسجيل 703 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 68 حالة جديدة. وقال مجاهد إنه طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرا لتعافي المريض من فيروس كورونا. وذكر أيضا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة هو 86474 حالة، من ضمنهم 27302 حالة تم شفاؤها و4188 حالة وفاة. وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع كافة الاستعدادات بجميع محافظات الجمهورية ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية. كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن 105 أو 15335 ورقم الواتساب 0155305105، بالإضافة إلى تطبيق صحة مصر المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الروابط اللي هسيبها لكم دلوقتي في صندوق الوصف. كما أعلنت أيضا مديرية الصحة والسكان بمحافظة السويس في آخر تقرير لها بتاريخ 16 يوليو 2020 ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 1979 حالة و140 حالة وفاة منذ انتشار الفيروس حتى اليوم. وأشارت المديرية في بيان لها إلى أن المحافظة سجلت 21 حالة إيجابية جديدة بمستشفيات التأمين الصحي والعام والصدر والحميات وحالة وفاة. كما ذكر البيان أن الحالات الخاضعة للعلاج حتى الآن 335 حالة وعدد حالات الشفاء 1504 حالة. وبكده يكون انتهى الفيديو بتاعنا النهاردة. نتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين، وربنا يرحم كل اللي ماتوا إن شاء الله ويصبر أهليهم. انتظروني كل يوم بتقرير جديد من وزارة الصحة والسكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وتعمل اشتراك للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديدنا.